برنامج واحد المشروع اللي ساهمت فيه اطراف متعدده اضافه الى وزاره الصحه، هناك مجلس الجهه، هناك كذلك مجلس البلدي، وهناك المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي مكنتنا اليوم من الحصول على مصلحه بمعايير يعني حديثه ديال ما يتعلق بالتجهيزات الطبيه والبيوطبيه، ما يتعلق بالصيدله الادويه والالتزامات الطبيه، وما يتعلق كذلك بالتوزيع ديال المجموعه ديال المصالح فيما يتعلق بالوحدات ديال العلاج او وحدات ديال القاعات ديال الاستشارات الطبيه او قاعات ديال المراقبه او القاعات ديال ازاله الصدمات، اضافه الى اعاده التهيئه ديال جوج القاعات ديال الجراحه اللي كينضافوا للمركب الجراحي اللي كيتوفر عليه المستشفى، مستشفى محمد الخامس بمكناس. هذا كيدخل واحد الاستراتيجيه ديال الوزاره لتسريع تاهيل المستعجلات، حيث نخصوا لكل جهه، ومكناس دخلناها في البرنامج واحد 3 مليون ديال الدرهم باش يكون هناك تعزيز كل ما هو تجهيزات صغيره، ادوات صغيره، وكذلك الادويه والمستلزمات الطبيه للمستعجلات، اضافه الى تعزيز الموارد البشريه. هذه المصلحه كتشتغل اليوم 16 ديال الاطباء، 36 ديال الممرضين والممرضات، اضافه الى تقنية الاسعاف، اضافه الى يعني سيارات الاسعاف اللي ضافوا في هذه السنتين الاخيرتين. الحمد لله كل الامكانيات والوسائل موفره باش يمكن يقوموا بالعمل ديالهم في احسن ظروف بتنسيق مع المستشفيات الاخرى ديال الاقليم، ولكن كذلك المستشفى الجامعي بالنسبه للحالات اللي كيقتضيو انهم يمشيو الى المستوى الثالث في العلاجات، المستشفى الجامعي ديال فاس اقصد. الاف المالي ديال هذا المشروع تقريبا 62 مليون ديال الدرهم موزع على المساهمين الاربعه.